يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوري. يقول المهاتما غاندي: القوة لا تأتي من المقدرة الجسدية، إنما تأتي من الإرادة التي لا تقهر. يسعد صباحكم مشاهدينا مرة ثانية، ويسعد صباحك بدال. صباح الخير آلاء، يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. يوم جديد وحلقة جديدة بنبداها سوا بأبرز العناوين. ببداية حلقتنا لليوم من صباح سوري رح نتعرف على قصة الشاب يوسف الحاج يلي شارك بإخماد الحرائق التي اجتاحت تركيا، وفيما بعد رح ننتقل لقصة سيدة سورية تتحدى ظروف الحياة القاسية في الحسكة، ورح ننتقل لنشوف آخر تطورات الأخبار الرياضية، وبعدها رح نتعرف على مرض البهاق وأهم طرق علاجه وأسبابه، وبالختام رح يكون مع سؤال الحلقة حول العمر المناسب لزواج الشاب، إضافة لفقرات أخرى منوعة. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. مشاهدينا قبل ما نطرح عليكم سؤال حلقتنا لليوم، بيسعدنا نرحب بالشاب يوسف الحاج معنا بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك يوسف، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير يوسف، اهلا وسهلا. يوسف، قبل ما نبدا حوارنا مع حضرتك رح نطرح سؤال حلقه وبعدها رح نرجع. تمام. مشاهدينا، من المواضيع الجدلية هو السن المناسب للزواج سواء للفتاة والشاب، فالبعض بيشوفوا أن العمر هو مجرد رقم ولا يعتبر مقياس لتحديد إذا الشخص بالفعل كان مؤهل للزواج، والبعض الآخر بيربطوا العمر بالنضوج الفكري والجسدي وبيشوفوه عامل مهم كتير لنجاح أو فشل الزواج. لكن مشاهدينا، أنتوا شو رأيكم؟ ما هو السن المناسب لزواج الشاب ولماذا؟ هو موضوع حلقتنا لليوم. طبعا للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مشاهدينا، فقرتنا الأولى رح تكون عن شاب سوري خلى الإعلام المحلي والعربي والتركي يحتفي فيه بسبب مشاركته في إخماد الحرائق يلي اجتاحت غابات تركيا. يوسف الحاج، هالشاب يلي منلاقيه حاضر بأي عمل تطوعي إنساني هدفه الوحيد مساعدة الناس دون أي مقابل. يوسف خسر ساقه وذراعه بقصف ميليشيات الأسد على المدنيين بسوريا، ورغم هيك أصر أنه يساعد البلد يلي استضاف الكثير من أولاد بلده، واعتبر أنه الشيء يلي عمله ما هو إلا رد للجميل يلي قدمته تركيا للسوريين. صحيح وداد، بدنا نرجع مشاهدينا لنبدأ الحوار مع يوسف الحاج، وبدي كرر الترحيب فيه. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا إلا. أهلا وسهلا يوسف. شفنا مثل ما شفنا على الفيديو اللي انتشر لحضرتك أنه كنت أنت متواجد بأنطاليا بالفرق اللي طلعت لتساعد بإطفاء الحرائق، لو تحكي لنا عن هاي التجربة وشو اللي صار. هلا هو الصراحة اللي صار أنه أنا بالأساس ناشط مجتمعي ومتطوع بغازي عنتاب، بنتأسس فريق سوريا للبحث والإنقاذ بتركيا، وحبيت أنه أنا أكون بهذا الفريق. هو الفريق إدارة كوارث، إسعافات أولية، أخلاء منازل، إدارة زلزال يعني. فأنه أنا ما في عندي هاي الإمكانيات بهي القصص، فأنه ممكن أنا أكون بالخط الخلفي معهم. لما صارت الحرائق فريقنا قرر يشارك، طلعوا على أضنة أول شيء، صرت أبعث لهم على الواتساب أنه بدي أطلع وبدي أشارك، يعني ما بدي أضل بيرك بعنتاب لحالي. قال أنه كتير صعب الحرائق، يعني فرق كبيرة يعني، وما عم تحسن يعني، ما عم تحاول تسيطر على الوضع. فانه انت ممكن امكانياتك ضعيفه، ممكن يصير في اوقات النار عم تصير يعني بتهب هيك، فانه عم بصير في حاله رقد، فانه طرف صناعي انت ممكن يصير صعب عليك. قلنا له تمام. ف دخل فريق من سوريا كمان على انطاليا، فانا انه يعني الفريق بسوريا يدخل على انطاليا وانا بيرك في تركيا ما اشارك. فاخذت تاكسي لحالي، تاكسي خاصه، وطلعت على انطاليا. وصلت لهنيك انه تفاجئوا انه جيت وهيك، قلنا له يعني خلاص بدي اكوني معكم. اللي بحسن عليه ممكن اساوي،
يعني ممكن اغطي اعلاميا للموضوع، اصور ممكن بالموبايل ممكن بالكاميرا ممكن باي شيء. قصدك للفريق؟ للفريق بشكل عام، يعني هو الوضع هنيك الفرق، يعني اي فريق ممكن يشوف يوسف ممكن انه تعمل لي هيك ساوي هيك، انه حسب الامكانيات. في اول نهار وصلت انطاليا دخلنا على الغابه، قررت انه انا ادخل، وانا عندي تجربه سابقه مع الغابات، انه انا عامل كشافه قبل وطالع مخيم، يعني بعرف بطلع على الجبل وبعرف اتعامل مع الطرف الصناعي بقلب الجبل. فانه دخلت عناصر افاد قالت انه لا كثير صعب عليك، قلت له لا انا بعرف بدير اموري في الجبل، يعني بعرف كيف اطلع وبعرف كيف عندك انزل. عندك تجربه سابقه؟ وقت شو كان وضع الحريق؟ يعني كان كثير انه ولا بلش؟ هلا ما كان كثير، كان لانه الهليكوبتر فوق كان هو عم طفي، فالفرق كانت عم تطفي، هي بسموها الحرائق البارده اللي هي بس الجمر اللي البقايا الجمر وهيك، فكانوا عم طفون. فانا قلت له انه خلص يعني انا ممكن اجيب لكم قنينه مي بارده من النقطه الاساسيه، نقطه التجمع للغابه الجوا. يعني المهم تشارك. المهم اشارك، يعني انا بدي اترك بصمه بهذا المكان، انه انا كسوري ممكن اساعد ممكن انه يعني نحاول قدر الامكان نفرجي الاتراك، بالذات انه الاتراك هنيك اول ما وصلت شافوا انه انا سوري وفاك الطرفين وجاي موجود بالنقطه، فعدل انه الفرقه الاساسيه الاهالي هنيك كان في عنده لفته كثير كثير دقيقه علي، وحتى في منهم يعني كثير اخذوا صور معي، في ستات اتراك كبار بالعمر اجوا تصوروا معي، وانه نحن حبيناك، ويعني صارت كانت رده فعل على المشاركه كثير لطيفه، وهذا الشيء انا اعطاني دافع كثير كبير انه انا لازم اشارك ما دام هيك صارت الصوره. ودخلت وفجأة اجاني شخص بدنا نحكي عن هذا الشخص اللي صورك هذا الفيديو اللي هلا صور لي الفيديو ظاهر، تحكي لنا عنه مين هذا الشخص، ويا ترى كنت بتتوقع انه هذا الفيديو يعني يلاقي هذا التفاعل الكبير؟ هلا الصراحة ما كنت متوقع ابدا حدا يصور، ونحن بمنطقة كانت يعني كثير ما لنا متوازنين فيها، فأنا ماشي مع العالم اجى صح لي التفت عليه لقيت التليفون الموبايل بوجهي، يعني انه احكي، فأنا كثير كنت ملبك وتعبان و يعني فايت بالحيط خليني اقول لك نظامي، وما كنت متوقع انه ابدا ينتشر الفيديو، انه اي شخص صورني موبايله ممكن ستوري انستغرام او ينزله على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، حتى اعلامي ما كنت بعرف انه اعلامي كبير بتركيا، حتى اسمه ما بعرف. هو كان اعلامي يوسف ولا هو كان إعلامي شخص؟ لا هو اعلامي، بس انه داخل بالموبايل بهيك منطقه صعب انه الكاميرا تكون موجوده. انه كان داخل بصفته المدنيه خلينا بصفته ايه تماما، فانه صار هذا الشيء كثير فجأة وانا كنت كثير يعني ماني مجهز ولا ابدا، يعني حتى صار يحكي معي بالتركي، انا لغتي التركيه ايه بعرف بحكي، بس انه ما بوصل لمرحله انه انسال واجاوب بشكل طليق. وتركت القصه المساء صاحب بيتنا التركي هون بعنتاب بعت لي الفيديو على الواتساب، دخلت وشفت الكميه المشاهدات العاليه، وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستغرام، و كل شوي حدا يعطيني تاج على الفيسبوك او على الانستغرام. شو حسيت يوسف لما لقيت هالفيديو انتشر هيك والناس كلها عم تمدح بيوسف وعم تتشكر، يعني السوريين العرب الاتراك يعني لقى تفاعل كثير كبير؟ هلا الصراحه كانت رده فعلي كثير قويه، انه صار في عندي دافع من جواتي انه انا لازم اكمل بهذا العمل، يعني لازم انا استمر بهي النقطه ما دام هذا الشيء صار، بالذات انه نحن هلا عايشين بوقت فيه كتير عم نتعرض لعنصرية وموضوع انه روح على بلدكم وهيك، فانه حتى كتير الاتراك تفاعلت مع الفيديو انه صاروا يبعثوه للطرف الثاني للاشخاص اللي عم يحاولوا انه شوفوا هذا الشعب السوري، يعني هدول السوريين اللي يعني حتى مكتوبين على تويتر السوريين اللي بيشربوا الاراجيل مو مثل السوريين اللي عم يشاركوا بالحرائق، طبعا ما مثل بعضهم، يعني مثل ما نحن عندنا الاتراك اللي السيء وعندنا الكويس، وهذا الشعب السوري، فانه نحن لازم نحتضن شعبهم. حتى صار في نقاش بين شخصين اتراك على تويتر انه خليه يروح على بلده، فرد عليه شخص ثاني قال له ايش بدك تسوي فيه بلده؟ يعني راح على بلده وقدم في بلده ورجع من بلده خسران طرفين، فنحن كشعب تركي خلينا نحن نحتضنه كهو كشاب سوري، ممكن هو عنده كثير شغلات بس ما في عنده حدا يأهله لهي القصص، يعني هو قادر يعمل شيء بس ما في حدا خلينا اقول يقوده لهي القصص. فالصراحه كثير انا انبسطت من هذا الموضوع وتفاجأت، وكثير كنت مبسوط انه انا كسوري كيوسف الحاج ب 25 سنه 26 سنه قدرت
اعمل لمعه كثير كبيره في تركيا بالظرف هذا اللي نحن هلا فيه. خلينا نقول يمكن كمان ممكن تغير الشيء اللي عملته يوسف، ممكن يغير نظره بعض الاتراك للسوريين حتى بظل الهجمه اللي عم تصير. صحيح يعني اجى الفيديو بوقته، يعني سبحان الله هو صدفي بس اجى بوقته، هو صدفي يعني. وانا الصراحه يعني كنت طالع مالي متوقع ابدا انه يصير هيك. يعني حتى في كتير اعلاميين سالوني انه ما في لي صوره لك بمكان الحريق، قلت له لا ليش، ما لي طالع اتصور من الاساس. انا طلعتي كانت مو انه اتصور، انا طلعتي انه انا اعمل شيء بدي اياه انا، مو انه اتصور وانزل على الاعلام انه انا عملت هيك ابدا. فانه يوسف صار كثير هيك. يوسف هلا اليوم انتشر هذا الفيديو ليوسف الحاج وصارت كل العالم تعرفه. لو تعرفنا اكثر عن حالك، مين يوسف، شو بتشتغل، شو بتعمل؟ الصراحه يوسف هو شاب سوري عادي مثله مثل اي حدا، تعرض لاصابه بال 2016 ورجع على تركيا. هو بالاساس كان مقيم في تركيا ونزل على سوريا، تعرض للاصابه وتحاصر بحلب ورجعت جيت لهون. فانا لما جيت غيرت، خلينا اقول غيرت حياتي كلياتها من البدايه. في البدايه كان في عندي اول شيء صعوبات انه انا كيف بدي اتعامل مع الناس كشخص ذوي احتياجات خاصه. كثير اطلعت على امور بالنت انه انا كيف لازم اعملها، كثير تابعت افلام بتحكي عن اشخاص ذوي احتياجات خاصه، كيف ذوي احتياجات خاصه في اشخاص قدرت تتغلب على اصابته. ويعني حطيت لحالي بيني وبين حالي تحدي انه انا يا بدي اكون شخص عنصر فعال في هذا المجتمع التركي وين ما اروح اترك بصمه، يا اما انا بدي احط ابرك في البيت وما بدي حدا يشوفني ابدا وبدي ما بدي اطلع على مكان. هيك لجأت لمجال العمل التطوعي؟ لجأت للعمل التطوعي والمجال الانساني، ويعني كل حمله اكوني فيها اول حدا. في كثير حملات انا اقترحتها، يعني صرت انزل على الداخل السوري، صار لي اسم على المعبر حتى، صرت انزل واطلع بالشتاء كثير حملات لاجلهم اللي حكينا عنها سابقا، وفي كثير حملات فرديه. أجمع تبرعات هون في تركيا وأنزل على سوريا، ألاقي تفاعل يعطيني دافع أقوى. كل ما أشوف تفاعل أكثر يعطيني دافع أقوى. هلا بالوقت الحالي يوسف هو عنده محل موبايلات بعنتاب عم بشتغل فيه، ومع فريق سوريا للبحث والإنقاذ وجمعية الفرات اللي الشيء اللي أنا بحسن عليه. وأي حملات بتصير بقفل المحل بروح أشتغل الحملات، يعني الحملات أبدأ من المحل. خليني أقول لك يعني عندك شغلك الخاص منفصل عن الحملات التطوعية اللي بتشارك فيها. بالضبط. يوسف هلا قبل ما نختم بس انا كان بدي اسالك سؤال. اليوم مثل ما بنعرف نتيجه الحرب اللي صارت بسوريا ولحد الان مستمره، في كثير شباب تعرضوا خلينا نقول للشيء اللي صار معك، شو بتوجه رساله لهم؟ هلا انا الرساله اللي دائما بوجهها بقول لهم انه نحن معجزه ولسنا عاجزين. يعني احنا صح ذوي احتياجات خاصه، صح فاقدين اطراف، بس في عندنا امكانيات كثير كبيره، خلينا نحاول نظهرها للعالم. رغم انه ما في، خليني اقول لك ما في دعم لنا وايد وحده ما بتصفق بقولوا، بس لا قادره انه نحن نثبت وجودنا في هذا المجتمع. يعني لكل شخص ذوي احتياجات خاصه بقول له انه نحن معجزه ولسنا عاجزه، وهو مثل ما بده على كيفه يفهمها او يبرمجها مثل ما بده. يوسف شكرا كثير لتواجدك، شكرا لك اليوم، شكرا لانك لبيت دعوتنا، شكرا كثير لك، وعن جد بدنا نهنيك بالشيء اللي عملته، الشيء الله يسلمكم يا رب، يرفع الراس اكيد، وقلنا كل الفخر انك سوري يعني ومثلت السوريين بهي الصوره الرائعه. شكرا لك ونتمنى لك كل شكرا لكم، والفخر لي انا كحدا سوري قدر يعمل هذا الشيء بتركيا من لا شيء. خلينا اقول لك شكرا لك يوسف، ومنهنيك مره ثانيه طبعا، وبنرجع بناكد نحن معجزه وليس عاجزه، ولسنا عاجزه. شكرا لك، الله يسلمك. مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع الكابتن ميسر واخر الاخبار الرياضيه، خليكم معنا. بين تحد وإصرار يشق طلابنا طريقهم نحو مستقبل أفضل، سنكون بينهم نسلط الضوء على نشاطاتهم وإبداعاتهم وقصص نجاحهم. مواضيع عدة نضيء عليها أسبوعيا في برنامج كراسات، فكونوا معنا ومعهم.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة تصنيف اليوم. لانها نبض المجتمع السوري ترصد حلب اليوم الخبر اينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة. نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزاً على رأس الساعة ومفصلاً بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين. كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم، ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية، لتكون حلب اليوم بوصلة الخبر والصورة. مشاهدينا عن جديد، وبدنا نرحب معنا بالاستديو بالكابتن ميسر. اهلا وسهلا فيك ميسر، صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك ميسر. يسعد صباحكم. محضر لنا اليوم مجموعه اخبار من اخبارنا المحليه من الداخل السوري، وايضا نهايه طمني، ميسي وقع عقد ولا لسه؟ لسه، يعني الاخبار اللي عم تجي انه اليوم ممكن يكون وصل لباريس، راح يساوي الفحص الطبي، وممكن بكره يكون يعني توقيع العقد بسبب التقارير اللي اجت انه باريس سان جيرمان حجز برج ايفل للمره الثالثه. طبعا اول مره حجزها وقدم ابراهيموفيتش، المره الثانيه كمان حجز وقدم نيمار، هالمره حجز بس لسه ما بين مين. يعني ممكن يتقدم ميسي على برج ايفل، ممكن يتقدم لانه خطي، يعني حرام يضل بلا شغل. اكلي همه كثير. طبعا ميسر، احنا رح نذكر بسؤال الحلقه بعد، رح نشوف الاخبار الرياضيه معك. مشاهدينا، سؤال حلقتنا لليوم هو كان عن السن المناسب لزواج الشاب، هل في عمر مناسب ولماذا؟ للمشاركه مشاهدينا بتقدروا تزوروا صفحه حلب اليوم الرسميه، وللوصول مباشره الى رابط سؤال الحلقه بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشه. واليكم ميسر. أخبارنا الرياضية اليوم، أول شيء صباح الخير لكل مشاهدينا مشاهدين حلب اليوم. جولتنا الرياضية اليوم راح نبدأها من مدينة عفرين. أقيمت يوم السبت الماضي بالصالة الرياضية بمدينة عفرين بطولة بكرة الطاولة لفئة الناشئين. البطولة يلي تمت بمشاركة 24 لاعب من 8 أندية انطلقت الساعة 10 صباحا واستمرت حتى 5 مساء بحضور المنسق التركي محمد أرتشيك. البطولة يلي اجت متوسطة المستوى جاءت نتائجها على الشكل التالي: بالمركز الأول لمصعب حلبوني من نادي الرواد، والمركز الثاني لأحمد جعمور كمان من نادي الرواد، ولكن راح المركز الثالث لمحمد الحلبي من نادي الشام. مبروك لكل اللاعبين اللي فازوا، وحظ أوفر لجميع اللاعبين في البطولات القادمة. من عفرين ولا ولاية غازي عنتاب، أقامت إدارة نادي الرواد الرياضي حفل لتوزيع الأحزمة البنية والشهادات على 14 لاعب من لاعبي فريق الرواد للكيك بوكسينج، إضافة لحزامين الأول أخضر والثاني أزرق. طبعا تم التكريم بحضور إدارة نادي الرواد وكوادر الفنية في صالة ألعاب القوة بمقر منظمة الرواد للتعاون والتنمية بولاية غازي عنتاب. السيد محمد كايا ممثل الاتحاد التركي للكيك بوكسينج أشرف على اختبارات الحزام البني للاعبي الفريق،
وبحضور المدرب الوطني سمير بيروتي المشرف على فريق الرواد. ممثل الاتحاد التركي للكيك بوكسينج ذكر أنه لأول مرة بيشرف على اختبارات 14 لاعب سوري للحصول على الحزام البني. بحسب تعبيره كان أداء اللاعبين مميز جدا خلال الاختبارات رغم ابتعادهم عن التدريبات المكثفة خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا. وللحديث أكثر عن الاختبارات معنا الكابتن سمير بيروتي مدرب نادي الرواد للكيك بوكسينج. يسعد صباحك كابتن سمير. أهلين أستاذ ميسر، الله يسعدك صباحا. كيفك كابتن؟ طمني عنك. يبدو الاتصال في كابتن سمير. سمعني معك كابتن ميسر معك. طمني عنك. الحمد لله تمام بخير. أهلين أستاذ. كابتن سمير، يوم السبت كان في حفل توزيع الشهادات والأحزمة، تحكي لنا أكثر عن هاي الاختبارات وكيف تمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك للأشخاص اللي قاموا على هذا البث. أستاذ الكريم، نحن كسوريين بتركيا ممارسين رياضات الألعاب الفردية، كان ممنوع لنا أنه نشارك بالفحوص ضمن الاتحادات التركية. تمام. ما بصير نعطي الطفل أو الطالب أي شهادة مجرد كرتوني على الحيط، فسعينا جاهدين لحتى يعني نحاول نحصل على شيء رسمي، يعني أو هذا الشخص أو الطالب أو الشاب الصغير السوري يلي حيقدم على حزام مثلاً يكون شيء معتمد من الاتحاد التركي. طبعاً ليش؟ أول شيء مشان يتابع بموضوع الأحزمة عنا أو عند غيرنا ويكون معترف عليها تركياً وعالمياً. ثاني شيء إذا بده يشارك بأي نزال بالاتحاد التركي أو أي بطولة على مستوى الولاية أو على مستوى تركيا أو على مستوى أوروبا، فلازم يكون عنده 4 أحزمة على الأقل من هاي الرياضة، يعني حاصل على 4 أحزمة على الأقل. تمام كابتن. كابتن الـ الـ الأحزمة الحاصلين عليها لليوم، شو هي الأحزمة؟ كم حزام صار أخذين اللاعبين؟ نحن عنا الاتحاد التركي هون الأحزمة ملونة بكل دول العالم، كل دولة تختلف عن الأخرى، يعني بس نوصل الأسود بتصير الشغلة موحدة. بتركيا عنا الحزام الأبيض هو الابتدائي، ثم الأصفر، ثم الأخضر، ثم الأزرق، ثم البرتقالي، بعدين عنا البني، بعدين عنا الأسود. طبعا البني بيكون على مرحلتين، يعني مرحلة أولى ومرحلة ثانية. هاي اللي صار. هلأ الشباب اللي عنا وصلوا للبني الحمد لله رب العالمين، كان لازم يكون أكثر، بس مثل ما حكينا بداية الليسانسات كانت مو ممنوعة، بعدين صارت مسموحة، ومن ثم جائحة كورونا عطلتنا شي سنة ونص تقريبا. فحاليا هن انتهوا مبدئيا من الأحزمة الملونة وصاروا جاهزين للحزام الأسود، طبعا بإشارة وشيء معتمد فيه، يعني مو كرتوني فقط. تمام كابتن. هلأ على اعتبار انه وصلوا للحزام البني، شو في استحقاقات ممكن يقوم فيها اللاعبين خلال الفترة الجاية؟ تماما استاذ الكريم، هو قبل الحزام البني هو كان معهم حزام البرتقالي، فهن صار يحق لهم يشاركوا بأي بطولة. نحن دعينا من ممثل الاتحاد التركي في ولاية غازي عنتاب السيد محمد كايا، دعينا للمشاركة في بطولة 15 تموز، وسبحان الله صادف وقت العيد يعني، فتأجلت إلى بعد شهر زمان تقريبا. ومن ثم عنا بطولة تصفيات غازي عنتاب المؤهلة لبطولة الجمهورية التركية، كمان لاعبينا بحق لهم يشاركوا بهي البطولة، إن شاء الله حنشارك فيهم بإذن الله. يعني إن شاء الله راح نشوف أبطال جداد بتركيا سوريين ممكن يكونوا على منصات التتويج بإذن الله تعالى. طبعا احنا تقدملنا دعوة من الاتحاد التركي من سنتين للمشاركة في بطولة أنطاليا المفتوحة لكن السنة هاي تمت المشاركة فقط بأسلوب الرجال بسبب كورونا، والسنة الماضية التغت تماما البطولة من أجندة الاتحاد الدولي كمان بسبب الكورونا، فكمان أجل. كان المفروض احنا نشوف أبطال مدوجين سوريين من السنة الماضية، طبعا راحوا بعض الرجال من غير منتخب من غير أندية وجابوا نتائج الله يجزيهم خير، ولكن السنة القادمة إن شاء الله تكون في أسماء من عنا إن شاء الله. يا رب نشوف أبطال سوريين جداد بالبطولات التركية وبطولات أوروبا أيضا. كنت معنا من ولاية غازي عنتاب الكابتن سمير بيروتي المدرب الوطني، شكرا جزيلا لك. أهلين أستاذ ميستر، شكرا لك للشباب اللي حواليك والله يجزيكم. أهلا وسهلا مشاهدينا. بنرجع لأخبار طوكيو. طوكيو اللي انتهت يوم أمس، وأبرز نتائج الأبطال والمنتخبات العربية.
فقد حصلت لاعبة منتخب مصر جيانا فاروق على برونزية وزن تحت 61 كيلوغرام، وهيك بتكون جيانا أول لاعبة مصرية بتفوز بميدالية في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، وتاني لاعب عربي بعد الأردني عبد الرحمن المصاطفة. نبقى مع أخبار الكاراتيه وبطلات مصر تحديداً بالكاراتيه، حيث منحت فريال أشرف لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه بمنافسات فوق 61 كيلوغرام الذهبية الأولى مصر، وبتعتبر هي الأولمبية الذهبية لمصر منذ دورة الألعاب الأولمبية أثناء 2004. أيضاً بأخبار الكاراتيه، فقد أهدر السعودي طارق الحامدي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فرصة تاريخية لحصد الذهب بعد خسارته في المباراة النهائية من منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو لحساب منافسه الإيراني سجاد قنجزادة بقرار تحكيمي من الحكم طارق، يلي كان متقدم بنتيجة 4-1 وكان متفوق على منافسه قبل دقيقتين من نهاية اللقاء، لكن مع الأسف ارتكب خطأ فني ونال إنذار من الدرجة الرابعة وفقا لقرار الحكم لا يخسر اللقاء ويكتفي بالميدالية الذهبية. أيضا توج اللاعب المصري أحمد الجندي بفضية منافسات الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو. طبعا رياضة الخماسي الحديث هي رياضة مكونة من 5 ألعاب يؤديها الرياضي بيوم واحد، وهي الرماية بمسدس ضغط هواء على مسافة 10 أمتار، أيضا منافسة في سلاح سيف المبارزة في مجموعة واحدة لمدة 3 دقائق، وسباحة 200 متر حرة، أيضا الفروسية وقفز السدود والتي تتم بحصان غير مألوف لدى الفارس تقدم من اللجنة المنظمة، وفي النهاية اختراق الضاحية لمسافة 3000 متر. جندي حصد الميدالية الذهبية بعد حصده ل 668 نقطة خلف بطل التشيك اللي إجا في الصدارة برصيد 680 نقطة. إلى منافسات كرة اليد، خسر المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث. لا ينهي المنتخب المصري مشواره الصعب بإنجاز تاريخي لوصوله للمربع الذهبي يلي ما سبقه أي منتخب عربي أو إفريقي لهذا المحل. وفي نصف نهائي الكرة الشاطئية فاز الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس على منتخب لاتفيا بشوطين نظيفين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، وهيك بتكون قطر فازت بأول ميدالية عربية بالألعاب الغير الفردية، لأنه تقريبا كل مشاركات العرب إجت والإنجازات اللي تمت بألعاب فردية مثل الملاكمة وألعاب القوى والألعاب القتالية وغيرها أيضا من الألعاب الفردية. إلى كرة القدم، وأخيرا حقق المنتخب البرازيلي الفوز على منتخب إسبانيا ليستكمل المنتخب البرازيلي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح. المباراة يلي تمت على ملعب نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية، استطاع المنتخب البرازيلي حسم المباراة والفوز بالمباراة الذهبية. لهون بتكون خلصت أخبارنا لليوم، وبنرجع لعند وداد وآلاء. ياسر، امبارح شفنا كثير في فيديو انتشر لميسي، كان في مؤتمر صحفي، واول ما طلع على الستيج فانهار من البكاء ميسي. خبرنا شو صار، ليش هيك؟ هلا الاخبار اللي اجت كانت تقريبا من 5 أو 6 أيام انه ميسي باقي ببرشلونه، فجاه بيطلع التصريح انه لا خلاص انتهى العقد، بين بعد نهايه العقد انتهى الاتفاق بين ميسي والنادي الكتالوني. كان امبارح مؤتمر توديع اللاعب لاخر مره راح يكون ضمن هالموسم بالنادي، فشوي انهارت الدموع يعني لكثره التصريح. هي دموع تمسيح ولا فعلا هو متاثر انه راح يترك نادي برشلونه؟ هلا هو اكيد راح يكون متاثر، يعني نادي صار له من بدايته لليوم عم يستمر عم يحرز الالقاب، اكيد الوداع راح يكون صعب. هلا ممكن يكون في شيء اتفاق، ما بعرف يعني، هي حسب لعبه المصارف والمال ما بنعرف شو في بالكواليس، ولكن فعلا الفيديو اللي انتشر كان مؤثر جدا، يعني لدرجه ما قدر يحكي يعني من شده البكاء. هلأ هو ذكر أنه هاي المدينة صار له كتير فيها يعني، ومن 13 سنة والفريق يعني
من بداية مسيرته الرياضية. لا يمكن هو ميسي صاروا بيلعب مع برشلونة تقريبا 21 سنة تقريبا. ميسي من بداياته كان مع برشلونة وحقق كثير من الألقاب، وكان يعني أو مو كان يعني لا زال ميسي هو أسطورة النادي ورمز من رموز النادي. فخروجه بهالشكل هذا بجوز كان مؤثر شوي. هو كان دائما عم يقول إنه أنا راح أنهي مسيرتي ببرشلونة. بنهاية اللقاء الصحفي قال يعني ليس وداعا بل إلى اللقاء، يعني ممكن نرجع نشوفه بعد فترة مدرب بالنادي أو إداري أو أي مسؤول بنادي برشلونة. نعم، كل الشكر لك ميسر على هي الأخبار الرياضية اليوم. شكرا ميسر، يعطيك ألف عافية. الله أهلا وسهلا. مشاهدينا مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع الفقرة الصحية ومشاركات الأصدقاء، خلوكم معنا. نرصد الأخبار ونتابع الأحداث، نضعها على الطاولة ونحللها بعمق، نحاور المسؤولين ونسائلهم، نعمل على كشف ما اعتراه الغموض لنقدمه لكم في ثنايا الخبر. تابعونا في الأوقات التالية. وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. نبدا فقرتنا الصحيه لليوم وهو عن البهاق. هو مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون، يمكن ان تؤثر في الجلد او في اي جزء من الجسم. صحيح وداد، وقد يؤثر ايضا في الشعر وداخل الفم، كما تختلف الحاله من شخص لاخر حيث لا يمكن التنبؤ بمعدل تاثر الجلد وفقدان اللون به. مشاهدينا خلونا نشوف الماده التاليه يلي حابه صديقه البرنامج حنان العلاوي تشاركنا فيها.
بدنا نتشكر صديقة البرنامج حنان العلاوي اللي دائما بتشاركنا بمواد حول مواضيع مختلفة ومتنوعة. شكرا لك حنان ونتمنى لك يوم سعيد. مشاهدينا مننتقل لوقت نشوف مشاركات أصدقاء برنامجنا يلي عم يضيفوا على البرنامج لمسة جميلة بالصور الملتقطة من الداخل السوري، وبنبدأ بالمشاركة الأولى من قاسم رماح أو رماح يلي شاركنا بصور من ريف حلب الغربي والتحديد من مدينة العتارب. خلونا نشوف مع بعض. ومن قاسم رح ننتقل لمشاركة أنس حسين إبراهيم وصور جميلة شاركنا فيها من مدينة جسر الشغور، من تابع سوا. كمان بدنا نتشكر أصدقاء برنامجنا أنس وقاسم على هالمشاركات اللطيفة من خلال الصور يلي عم يشاركونا فيها. طبعا مشاهدينا أنتم كمان فيكم تشاركونا بصور أو فيديوهات من تصويركم لحتى نستعرضها خلال حلقات البرنامج. من مشاركات أصدقاء برنامج صباح سوري منروح لنتعرف على قصة أم زينب يلي أجبرتها ظروف الحياة الصعبة بالحسكة للعمل على دراجة لحتى تأمن مصروف عيلتها. وبهيك بتكون السيدة أم زينب أول امرأة تتحدى العادات والتقاليد وبتقود دراجة لتأمن لقمة عيشة بدل التسول وطلب المساعدة من الأهالي. مشاهدينا للمزيد من التفاصيل عن السيدة أم زينب وعملها خلونا نتابع التقرير التالي. بدراجتها ذات العجلات الثلاث تخرج أم زينب للعمل في الصباح الباكر لتأمين لقمة العيش لعائلتها المكونة من ابنتها الوحيدة وزوجها الذي أصبح عاطلاً عن العمل بسبب مرضه وقلة فرص العمل في الحسكة. بعد ما بلش النزوح على منطقة الحسكة صار في خيم للاجئين، فأنا إيش عملت؟ بلشت بطاطا وبلشت بسكوت وبلشت بهالغراض البدائية، ومع ترمز أحط فيه بوز وكمان أحط فيه مشروبات باردة. فيعني صار مع عربانة بنتي، يعني بنتي كمان كانت صغيرة أحطها، فيعني صارت عندي الطلبية بهالمجال هذا. فأنا بهالحالة طورت الحل إنه الآلية اللي معي ما رح توسع أشياء عربانة أطفال، وبنفس الوقت كمان أنا صعب علي، مرة بنتي مرة الترمز مرة أدفش العربانة بيد، فصار يعني وضعي حيل ليشت. فبحد الأيام إنه بي شخص عرض علي قال والله أم زينب أنا يعني عندي طريزيلة أريد أبيعها. أم زينب حاصلة على الشهادة الثانوية وخضعت أيضا لدورة تمريض لمساعدة أهالي الحي، لكن ظروفها الصعبة لم تسمح لها بأخذ فرصتها في الحياة، ومع ذلك فهي تفخر بعملها وتجده أفضل من التسول وطلب المساعدة من الأهالي. بعزيمتها وإصرارها استطاعت أم زينب تعلم قيادة الدراجة لوحدها لتتوجه إلى مصانع قوالب الثلج في أوقات متأخرة من الليل وبيعها في الصباح الباكر لأهالي المخيمات لتخفيف حر الصيف وسط انعدام وسائل التبريد في المنطقة. وعند المجتمع أنه عيب المرأة تسوق طريزيلة وهاي عادات، يعني أنه
عادات قديمة أنه ليش المرة تسوق وليش المرة تشتغل وليش المرة، بس يعني بنفس الوقت أنا أحب يعني أنه واجهت المجتمع أنه ليش بدي أسكر على بابي وأسرتي تكون جوعانة، أو ليش أنه يعني عدم المؤاخذة أجدق جاري والله اليوم كان أنا بحاجة مبلغ مالي مثلا أروح على البلد أشتري لي غرض، أو مثلا بحاجة دكتور، فمثلا عندي والدتي كبيرة بالعمر في السنة، يعني أنا الحمد لله يا ربي لأنه كنت إنسانة عاملة ومجاهدة ومكادحة ما خليت والدتي تحتاج يعني لمصروف. بعض سكان الحي يدعمون أم زينب ويرون فيها مثال المرأة الشجاعة والمناضلة التي تعيش ظروفاً ازدادت صعوبة مع مهنتها الحالية، خاصة وأن كثيرين ينظرون لعملها بعدم الرضا بحكم العادات والتقاليد المجتمعية. والله شايفها بالعكس، الله ينطيها العافية، والله يوفقها، والله قاعد انه احيانا ندعي لها بقيافة، والله نقول مسكينة علي ركضها، ما لها غير الله، وثم هطرزيرة تشتغل عليها، والله وما فيها اي عيب ولا شغل ولا كذا، هطرزيرة هذه بالعكس هذه هو شغل النسوان، والله والنسوان بهالزمان هذه اذا ما ساعد ما الزلمة ما يقدر على امور صعوبة الحياة وما منها، لانه هي بنت اصل وتستحي تمد ايدها لحدا وتقول له اعطيني، اختارت هالوسيلة هاي انه مصدر عيشة وعيش عيالها، ومو عيب ولا حرام، بالعكس على دور الانبياء المرة والرجل سواسية، بالعكس احنا ديننا الاسلامي علمنا انه احنا والمرأة نفس، ندير بالنا عليها ونعطف عليها وحنيتنا لازم نقطيها، وهي بنفس الوقت امنا واختنا وزوجتنا، يعني ما في بديل عنها، و يعني لا هي تستغني عنا ولا احنا نستغني عنها، بس لازم بي حدا يساعدها. حال أم زينب كحال الكثير من النساء اللاتي يعاني أزواجهن قلة فرص العمل، إلا أنها تحدت الصعاب لتكون أول امرأة تقود دراجة في الحسكة لكسب قوت يومها بعرق جبينها. بدنا نوجه تحية لأم زينب على الشيء اللي عم تعمله، بصراحة يعني الواحد بيفتخر بهذا النوع من النساء السوريات، وبيقول أنه يعني شو ما صار وشو ما صار ظروف وتحديات أمام هيك نساء ما ممكن يعني شيء يكسرن عن جد، يعني اليوم هي مسؤولة عن عائلة وعم تشتغل شغل خلينا نقول هو صعب كتير، صعب كتير من جهة، ومن جهة تانية هو صعب على المرأة يعني جدا بوسط المجتمع اللي نحن عايشين فيه. بدنا نتوجه بتحية للخالة أم زينب، وبدنا نقول لها الله يقويكي ويرزقك طبعا ويفتح أبواب الرزق أمامك يا رب. مشاهدينا بعد الفاصل رح نكون مع أجوبتكم على سؤال حلقتنا لليوم، انطرونا راجعين. Thank you.
فيكم مشاهدينا عن جديد، ووصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول السن المناسب لزواج الشاب. طبعا قبل ما ننتقل لقراءة التعليقات بدنا نرحب بالأستاذ سلمان العباس، ناشط مجتمعي انضم لنا للحديث عن موضوع حلقتنا لليوم. يسعد صباحك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا. يا أهلا بكم، صباح النور لكم للمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. علاء تبلشي بالتعليقات. هلا وداد التعليقات، طبعا موضوعنا جدا موضوع جدلي يعتبر. التعليق الاول من فاطمه زهره العبو، عم بتقول المثل يلي بيتجوز صغير بيعيش امير، ويلي بيتجوز كبير بيعيش اجير. بس فعليا لازم نسال عن طريقه التفكير المناسبه والعقل المناسب مو العمل. التعليق الثاني من هبة الله، عم بتقول العمر ما له علاقة بنضج وعقل الشاب، المهم يكون إنسان واعي وصاحب دين، والأهم تكون شخصيته قوية وبيقدر يعيش البنت بأمان واستقرار وما يخليها تندم أنه تزوجته. تعليق من زميلنا مازن أبو تمام، عم بيقول بصراحة بعد السلام عليكم. وعليكم السلام. الرجل دائما يشعر أنه شاب وكل الأوقات مناسبة لإله. في عنا تعليق آخر من زميلنا صالح الحسناوي، عم بيقول السن المناسب لزواج الشاب بيختلف من شخص لشخص، وبيتحدد بعدة عوامل أهمها الاستقرار المادي والنضج العقلي والعاطفي. أما الحد الأدنى للعمر فيختلف حسب المكان والزمان. في عنا تعليق من بشرة، عم بتقول أفضل سن للزواج 60 سنة، بيكون الواحد جمع حق بيت وخالص عسكرية واحتياط ومعه قرشين بجيبته، وإذا ما بيتزوج بيكون أحسن لأنه ما عاد محرزة. طبعا ومع تعليق بشار بنختم الأجوبة يلي أو التعليقات يلي إجت على سؤال الحلقة. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع بدنا نرجع لضيفنا سلمان العباس يلي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك استاذ سلمان. يا اهلا بك، صباح النور. شفت التعليقات، هلا هو موضوع جدلي. نعم. يعتبر شفت التعليقات على يلي اجت على هذا السؤال، شو رايك فيها وانت شو رايك، ما هو السن المناسب للزواج الشاب؟ بدي انطلق من التعليق قبل الاخير، تعليق صالح بطلنا خلف الكواليس، بدي اهدي قصه هذا الرجل الكبير في السن اللي قاعد على فراش الموت، قال لهم يا اولادي جيبوا هاي القصه، حرقنا الامر كله الله يجزيه الخير صالح، لكن كثير كان تعليق فعلا مهم. الفكره الاساسيه انه السن المناسب للزواج هذا السؤال الكبير، كل واحد بيجاوب عنه بطريقه مختلفه. اذا رجعنا لشو هي الاشياء بتخليني انا جاوب بشكل صح او لا جاوب بشكل خاطئ، في عده اشياء اللي هي الوصول للكفاءه. الكفاءة البيولوجية هي مشترك بين الإنسان والكائنات الثانية، وهي أبسط ما يمكن قياسه، لكن الأهم هو الكفاءة المالية، الكفاءة من حيث العمر، والكفاءة أيضا من حيث تحمل المسؤولية سواء للشاب أو للصبية. لما بكون الشاب والصبية صاروا فعلا عارفين شو معناتها الحياة كاستقرار علمي، وصلت الصبي أو وصل الشاب للمرحلة العلمية والدراسية اللي كان عم يفكر فيها، في عنده أساسيات حياة تناسب بيئته. يعني مثلا في بيئة الآن نحن في ظروف نزوح وتنقلات وهجرة، كتير صعب أنه تقول أنه الشاب من كفاءته المالية أنه يكون عنده بيت. قبل الثورة كان لا، هذا شرط عند كتير من الأسر. صح. الآن هذا شرط ما عاد موجود، فهي الأمور المعيارية عم تختلف بين زمن وتاني. فمقارنة لظروف زمانه ومعطياته والمؤشرات العامة فينا نعمل مثل هيك جدول بسيط ونحط لكل واحدة علامة ونحط بالنهاية أنه هل هو جاهز أو مؤهل أو لسه بحاجة لوقت. أستاذ سلمان، يعني البعض بما أنه اليوم موضوعنا هو خلينا نقول يمكن في البعض بينظروا له نظرة مختلفة والبعض الآخر عندهم كمان آراء، ففي أشخاص بيقولوا أنه ما في عمر مناسب للزواج، المهم يكون مأمن حاله ووضعه المادي مستقر. يا ترى هذا الشيء صح؟ يعني عم يتم انه ربط انه خلينا نقول جاهزية الشاب للزواج بوضعه المادي اذا كان مستقر او لا. هذا الشيء صح؟ وقديش بيأثر الوضع المادي بنجاح الزواج او فشله؟ بتراثنا الاسلامي بنلاقي مصطلح كتير مهم اسمه الرشد، والرشد هو ممكن نترجمه على انه المسؤولية، الكفاءة، الجاهزية. في كتير فروقات بين الأسر، يعني مثلا في نمط الأسرة الكبيرة، هاي الأسرة الكبيرة الأبناء الألفية الشباب اللي بيكبروا بيتزوجوا بدعم مالي من الأهل، وربما يسكنوا مع الأهل، وربما الشاب شغله مع الأهل، فهذا إلى درجة كبيرة ما زال ضمن دعم ورعاية واحتضان الأسرة الكبيرة. ممكن هذا الأمر هاي الأسرة بتساعد في إنجاح
انطلاق هي الأسرة الجديدة، بينما في أنماط كثيرة من الأسر لا، هي الأسرة بسموها النواوية أو الصغيرة، اللي هي خلص إنه الشاب أموره جيدة، هو حيشتغل حيصمد حيرتب أموره ويتزوج فيما بعد، فالأسرة المستقلة صارت هون، اللي هي دعم الأسرتين، أسرة الزوج والزوجة أقل أو مساعدتهم لهم، سواء اجتماعية أو مالية بشكل عام. فبيختلف حقيقة بين هدول الأمرين. مع تعقد الحياة والنمط الأساسي مش بس الزوجين، الآن بدنا نحكي شو هي خطته للأطفال القادمين بعد سنة أو سنوات وهن حيكبروا. الحياة لم تعد سهلة لا للزوجين ولا للتربية. ولذلك سمعت مرة لأحد التربويين بيقول أنه لو كان في إيدي قرار ما لكنت أطلع أنه شلون في فحوص طبية لازم يعملوها الزوجين، فكمان لازم يعملوا فحوص اجتماعية وتربوية أنه عندهم الكفاءة الأساسية الحد الأدنى اللازم لحتى يبدأوا هن كزوجين، أو لحتى في مستقبل قريب إذا رزقوا بأطفال يقدروا يتعاملوا معهم، مش أنه هن لحد هلأ لسه عندهم مشاكل بينهم وبين حالهم أو من قادرين يبدأوا زوجية صحيحة لحتى يبدأوا أبوة وأمومة. هذا الأمر فعلا كتير مهم أنه نشوف نرجع فيه للشاب وللصبية. هذا شاب، في شباب تلاقيهم بعمر 22 23 وعنده وعي ابن 30 وال40 صحيح، وفي ناس لا بتلاقيه ب 30 بس لساته عم يراهق. هذا الشيء لشو بيرجع؟ يعني انه مثل ما ذكرت حضرتك انه عم نشوف شباب باعمار ال20 22 21 وعم يكون عندهم هذا النضوج الاجتماعي الفكري الاخلاقي، وبنفس الوقت عم نشوف مثلا في شباب بعمر ال30 فما فوق لسه ما هو مستقر. يعني هذا يعني هذا الشيء اللي شو بيعود برايك، شو الاسباب؟ في ظروف عائده للاسره للمجتمع، وفي فروقات فرديه بالشخصيات. في ناس شخصيات مرجعيتها داخليه فهي بالتالي اكثر اعتماد على نفسها واكثر قدره على انه تكون واعيه بذاتها وتدعم غيرها، هدول غالبا بيكون نضجهم اسرع. الظروف الصعبه في كثير من الاحيان تنضج الشباب والفتيات وتحملهم مسؤوليه ابكر من عمرهم وبيساهم في دخولهم للحياه الواقعيه العامه بشكل اسرع واكبر. يمكن هذا الشيء بينطبق للظروف الى درجه كبيره، لكن الان العقبات الاقتصاديه زادت. فكثير من الحالات بنلاقي الان في تباين بين الكفاءه الاقتصاديه لسه ما تكونت عند هذا الشاب او الصبيه، وبينما الكفاءه الاجتماعيه او كفاءه تحمل المسؤوليه صارت موجوده. فلحتى يقدر يجاوب عن كل هالاسئله نرجع لنقطة أساسية، أنه لا يمكن إعطاء حل جماعي. قبل الثورة كان سن 25 للشاب 22 للصبية مناسب إلى درجة ما، لأنه كان في حالة استقرار نسبي مش استقرار كبير. الآن على هاي التغيرات حقيقة عم تتغير كتير معطيات، فمن ناحية الأمور الاقتصادية خفت الطلبات المهمة بين قوسين التي تشترط عادة للمجتمع، لكن بالمقابل البحث عن إيجار أو مورد رزق يعني صار أكثر صعوبة، صار فيه زيادة. أستاذ اليوم عم نشوف كتير حالات عم يتجوزوا ب 18 سنة وأحياناً يعني 19-18، هاي الحالات كتير عم تكون منتشرة. اليوم شو سلبيات هاي الحالة أو هاي الظاهرة؟ يعني هل هذا الزواج بيكون ناجح؟ يعني طبعا هي الحالة عم ترفق مع كلمة انه ايه خليه يتزوج بكير مشان يلحق اولاده او اولاده يلحقوه، يعني بشب ابنه وهو بيكون لسه شاب بيكبر اولاده معه. ايوه بيكبر اولاده معه، فبصير الجد بيربي الكل، بيربي الزوج وبيربي الاطفال سوا. حقيقة وجود حالة او حالتين او ثلاثة لشباب تزوجوا ب 18 او ب 19 ونجحوا ما بيخلينا نعمم هالحالة ونقول هي السياق الاكبر. علميا الانسان بيعدي بطفوله يفاع شباب مراهقه وبدخل للشباب بعدين والرشد. بسبب الظروف والضغوط عم تختصر مرحله الطفوله واليفاع وعم ينضج بشكل اسرع، هذا صحيح، لكن مثل ما قلنا ما بيكفي بس انا اكون قادر على المستوى المالي او على مستوى الوعي، لازم انا كشاب وكصبيه اسمح لنفسي ولازم الاسر تسمح لي انه انا اعيش فتره من التجارب اشوف نماذج الناس. الزواج هو من اخطر قرارات الحياه، وفيه أصبحنا أمسينا لفترة طويلة من السنين، وقلت الأتراك ليهرما على وسادة واحدة كما بيقول المثل. نحن منتأمل لهي الأسرة أنه تعيش وتدعم هالأطفال وتكبرهم ويفرحوا هن فيهم فيما بعد، لكن لابد أنه المرحلة البداية قبل ما يقول الأب أبو للزوج أو أبوه للزوجة بدي أفرح أولاد بأولادك أو بدي أشوف خلفتك أو حلو هالمشاعر الظريفة تبعت الأجداد، لكن بالراحة بدها شوي وقت، بدها صبر، لازم هذا الشاب يبني خبرته، لازم يحتك بنماذج بالحياة ويشوف الدنيا شو مكلفة. الأب والأم يحطوه بظروف مسؤولية اجتماعية ومالية، وكذلك الصبية التدبير المنزلي شيء مهم، لكن في شيء أهم كمان مرفق له اللي هو الوعي الاجتماعي. هل هي يا ترى الآن صارت
في مرحلة الوعي الكامل لتتحمل مسؤولية بيتها ثم نعم. الأطفال نعم. هدول الأسئلة إذا فكرنا فيهم ممكن نكون أقل من بعض الاندفاعات المجتمعية اللي بتكون موجودة. يلا حنفرح فيكم بس عشان نفرح ما نبكي فيما نعم. بعد أستاذ هالأمر مدروس. أستاذ سلمان يعني الحديث عن هذا الموضوع بيحتاج لحلقات بصراحة لأنه موضوع جدا متشعب. بنتشكرك لحضورك معنا اليوم، الوقت داهمنا للأسف. شكرا لك ونتمنى أنه هيك يكونوا المشاهدين استفادوا من الأمور اللي حكيناها. شكرا واتمنى لك يوم سعيد. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. لهون مشاهدينا بكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج صباح سوري. تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. يومكم سعيد وإلى اللقاء. إلى اللقاء مشاهدينا.